اليوم زرنا منطقة أو قرية الذئان وقابلنا أخونا الكريم أبو تركي فهد الزهراني يبي يرشدنا عن بعض المعلومات ويتكرم مشكور. حياكم الله في قرية الذئان التراثية. الله يبقيك. بالنسبة لقرية الذئان عدد المنازل فيها 58 منزل. ما شاء الله. تمتاز القرية أنها بنيت على قمة جبل أبيض من الرخام. صحيح. سبب تسمية قرية الذئان بهذا الاسم نسبة للعين الجارية. نعم. اللي حننزل الحين ونوريكم إياها. كم عمرها القرية؟ عمرها التقريبي أكثر من 400 سنة. ما شاء الله. ما شاء الله. اليوم يسألني أبو مبارك عن الموز قلت والله هذا اختصاص الفلاحة عندك أبو مبارك. أنا صراحة تركت الفلاحة من زمان. وش زراعتهم؟ شو اللي موجود؟ وش تنوع الزراعة؟ تنوع الزراعة الثمار اللي موجودة اللي هي أول وهالحين سابق وحاضر الحين اللي نزالوا من أول إلى الوقت الحالي. الموز والكاذي. أيوة طبعا. والحين نزالوا يعني الأهالي يحاولوا يزرعوا البن. أيوة شغالين فيها هذه. نعم. ومنتوجاتهم والنخيل. نعم. والنخيل والليمون. نعم. والليمون بس بصفة عامة الأكثر عندهم يعني الأكثر مبيعا الكاذي والموز. وبدأنا في رحلة البحث عن مصدر العين العذبة الجارية في قرية ذي عين الأثرية. هذا سبب تسمية قرية ذي عين بهذا الاسم. أها. لوجود العين الجارية. صراحة جو حلو. ما شاء الله. أبو سعد. سام. هذا وش يسمى المنطقة؟ الجلسة هذه كل الحياة. هذه عملتها وزارة السياحة. أها. مكان لالتقاط الصور لاستقبال الضيوف من خارج. أها. المنطقة فيها. أنا أشوف هالشجر ذا له اسم طبعا. إيه هذا يسمونه الرقاع. الرداع. إيه الرداع. الرقاع. الرقاع يثمر ولا ما يثمر؟ لا ما يثمر ظل بس. إيه. وهذاك الإبرة. هذه إيه الشجرة اللي جنب مجاورة للشلال الإبرة. الإبرة. إيه. معمر هذا. إيه. تقدر تعطينا تقريبي العمر الشجرة هذا؟ والله تقريبا من عمر القرية يعني لأن تلاحظون يعني جذورها. الجذور حقتها كيف ما شاء الله.